قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد. اخوتي الكرام جيناكم في خبر جديد، خبر خوتي على بالي راح يعجبكم بزاف لانه يعتبر بمثابة الصفعة لنظام الفاشل، النظام المخزني. اخوتي الكرام راح تشوفوا اليوم خوتي نتائج الفشل تاعهم تاع المخابرات والفشل نظام تاع بيغاسوس. فكما عودنا المخزن دائما على انه يدي الكفوف من عند جميع الدول. اليوم امريكا تصدم المخزن بهذا القرار اخوتي الكرام. قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع اخوتي ما تنساوش كامل لي لايك لي لايك لي لايك، طلعوه ال 5000 جام اخوتي الكرام باش الناس كامل يوصلها الفيديو. زكارة في المخازنة يا المخزن هاوليك زبلك. ما تنساوش ايضا تخليوا لنا ارائكم في التعليقات، بهدلوا المخازنة في الكومنتار خوتي. البداية اخوتي الكرام، لما نظام المخزن الفاشل انفضح امام كل شعوب العالم واصبح مسخرة بينهم، نعم مسخرة، لانه اصبح الهاشتاغ رقم واحد انذاك في تويتر: فشل مخابراتي ذريع لنظام المخزني، يتبعه انبطاح اخوتي الكرام وطلب اعتذار من فرنسا. ايضا بعد فرنسا يأتي دور الجزائر، اين طلب الملك تاعهم الملك المتهالك فتح الحدود، فكان رد الجزائريين بلا، لا وجود لفتح الحدود. بعد هذه الفضائح كل الدول الصديقة التي كانت مع المخزن انقلبت ضدهم. نذكر منهم اخوتي الكرام امريكا، حيث ذكرت صحيفة الكونفيدونسيال الاسبانية ان تورط المغرب في فضيحة برامج التجسس بيغاسوس، بالاضافة الى انتهاكه المتزايد لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، دفعت الادارة الامريكية الى اعادة التفكير في بيع اسلحة للمغرب، مشيرة الى ان واشنطن بمختلف توجهاتها تشعر بقلق متزايد من تصرفات النظام المغربي. كما سمعتوا اخوتي الكرام، نعم هذه الصفعة اللي تكلمنا عليها في بداية الفيديو، امريكا الان تدرس منع بيع الاسلحة للمخزن بعد الفشل تاعهم. نكملوا خوتي، وكشفت الصحيفة في مقال مطول بان العلاقات الامريكية المغربية تشهد توترا بسبب سلسلة الفضائح اللامتناهية المغربية، بالاضافة الى انتهاكها المتزايدة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية، الذي دفع ادارة بايدن الى اعادة التفكير في بيع 4 من احدث جيل الطائرات بدون طيار وقنابل من نوع GDAM تم حظرها في اللجان الرئيسية للكونغرس ومجلس الشيوخ. فشل المخزن اخوتي الكرام الان راهو يخلص فيه، نعم يخلص فيه عن طريق هذه النتائج. كما شفتوا امريكا الان قامت حسب صحيفة الكونفيدونسيال بمنع بيع 4 من احدث جيل الطائرات بدون طيار للمخزن، فلا وجود لصفقات تسلح للفاشلين. كما علقت الصحيفة اخوتي الكرام على تداعيات قرار ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، والذي ولد نوع من الشعور بالإفلات من العقاب تجاه المغرب، وهو مما أدى إلى زيادة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية التي يحتلها المغرب، الذي لم يتوقف عن التعذيب والاغتصاب والضرب والاختفاء القسري، واشتد الآن منذ أن انتهك الجيش المغربي في نوفمبر 2020 وقف إطلاق النار الموقع منذ عام 1991. المغرب الآن أيضا إخوتي الكرام يخوض في مشكل كبير آخر مع حقوق الإنسان. جمعيات حقوق الإنسان الإسبانية تطالب المخزن بالتوقف عن الانتهاكات في الصحراء الغربية، كما تطالب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بالتدخل فورا في الصحراء الغربية. وأبرزت الصحيفة أن الوضع في الصحراء الغربية يتسم بالقمع، حيث تمنع قوات الاحتلال المغربي حرية الصحافة أو التنقل بحرية، كما أشارت إلى ذلك سوزان شولت رئيسة مؤسسة منتدى الدفاع، وهي منظمة مقرها واشنطن تركز على حماية حقوق الإنسان. اك تسمعي المخزني، اسمح مليح واش راهو صاري لك. وجاء في المقال اخوتي الكرام، لقد تحول النظام المغربي باسلوبه المتخلف الى دولة نكرة، بحيث
تتسع دائرة المعارضة له في مجلس الشيوخ الأمريكي، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين، الذين عبر عدد منهم عن رفضه بيع واشنطن الأسلحة، خاصة بعد اندلاع الحرب من جديد بينه وبين جبهة البوليزاريو من نوفمبر. الشيء الذي يثير الشكوك حول الاستخدام الفعلي من قبل الرباط لهذه الأسلحة في مواجهة البوليزاريو وفرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية. وقد أشارت الكونفيدونسيان الإسبانية إلى أن معارضة بيع الأسلحة الأمريكية للمغرب دفع هذا الأخير إلى شراء طائرة بدون طيار من طراز بايراكتار TB2S بقيمة 70 مليون دولار، حيث من المقرر أن تصل في غضون شهرين. علاوة على ذلك، نشرت إحدى المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان بيان يحث رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينديز ورئيس لجنة القوات المسلحة جاك ريد على منع بيع هذا السلاح للمغرب. وكان من بين الموقعين على البيان عضو الكونغرس ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس ومايكل ماكول وقادة آخرون من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية. حزب الشيوخ الأمريكي الآن يا خوتي راهو ضد المخزن، راهو ضد المخزن، يا المخزن راحت عليك. كما تحدثت إخوتي الكرام الصحيفة على أزمة الهجرة الدبلوماسية التي أحدثتها رباط في سبتة، والتي كان لها تداعيات دولية واسعة، ساهمت وفق رأي جيسون بوبيليتي المحامي الخبير في قضايا الأمن القومي ورئيس النقابة في تدهور صورة المغرب لدى واشنطن. كما زادت بعد الكشف مؤخرا عن استخدام أجهزة المخابرات المغربية برمجيات بيجاسوس للتجسس على الشخصيات الدولية بما في ذلك الحلفاء ونشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، الشيء الذي سيكون له تأثير قوي على ثقة واشنطن في رباط وعواقب وخيمة، لأن الحليف المفترض للولايات المتحدة لا يجب أن يتصرف على هذا النحو. واعترض الكونغرس الأمريكي في يونيو الماضي على فتح قنصلية الولايات المتحدة في الداخل المحتلة وبيع طائرات بدون طيار للمملكة المغربية، وهما الوعدان اللذان سبق وأن قطعهما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمخزن. هذا ما جاء إخوتي الكرام في صحيفة الكونفيدونسيال الإسبانية. كما سمعتوا إخوتي الكرام، فضائح وراء فضائح للنظام الفاشل، النظام المخزني. هذه الحقيقة تحهم خوتي، حتى أمريكا التي اعتبرها المخزن عن طريق الإعلام تاعو بأنها الحليف الأول والحليف الاستراتيجي الوحيد للمخزن، الآن دارت عليهم والآن تخلات عليهم في أصعب الظروف التي يعيشها المخزن. تخبطات مخزنية في الحكم، تخبطات مخزنية في العلاقات الدولية، وتخبطات مخزنية أيضا إخوتي الكرام فيما تعلق بالشعب تحهم. خروج الشعب في مظاهرات للمطالبة بتغيير الحكم من ملكي إلى جمهوري. هذا هو الخبر تاعنا إخوتي اليوم. شفتوا الخبر اللي نجيبه لكم على قناة ميديا ديزاد؟ شفتوا إخوتي زبلت المخزن لنفضحوه على القناة تاعنا؟ ما تنساوش فقط الدعم، الدعم لجام، طلعوه 5000 جام هذا الفيديو، خليه الناس كامل تعرف حقائق المخزن، خليه إخوتي الكرام المخزن يتأدب، المخزن يعرف باللي الجزائري إذا خلطت فيه يخلصها غالية. السلام عليكم خوتي، نتلاقاو فيديوهات قادمة. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.